خوش ديجا عرف شوني في واحد الفيديو لحشو على تجنيد ودويش عليه. المهم مشينا الحمد لله احنا ولاد جديده والساعات كما شفتوني صلعش وداك اللعيبات. مشينا انا والدراري ولاد جديده على اساس اننا غادي نمشيو تما ندوزو معاهم تيست ودوك اللعيبات باش نتقابلو وما ساعفناش الحد. المهم دزنا فواحد التجربه مزيانه تمايا. المهم حنا عطاونا واحد البونت باش نركبو في الكار ولا في التران ياك حمزه. مشينا بغينا نركبو في المحطه ما عطاو قال لك لا حنا هادشي عندنا ماشي ديال الكيران ما مقبولينش عندنا في هاد البونت عندكم. صافي خلصنا من جيبنا مشينا هبطنا المحطه واخا تمرتنا واحد شويه بتنا في الزنقه مشينا قدام قشله. وصلنا قدام قشله كاينه في مديونه بتنا قدام قشله حدا واحد الجامع ولا جديد كامل بيتين من الارض ما كاين لا قطع لا والو. تحد من عس بتنا في واحد العاده فقنا الصباح كنقلبوا مع داك خمسه كنقلبوا على من ناكلوا في الحوانش. المهم قصينا ضربه السبعه بيل حلونا البيبان صورونا بكاميرات ديالهم شي كيرحبوا رحبوا بينا مزيان مرحبا بكم عندنا. هادي دخلنا عندهم لداخل. ملي دخلنا عندهم لداخل داروا لنا ليكيب كل ايكيب فيه 30 واحد يعني بحال هما كانوا باغين 300 واحد. حنا جينا بزاف تقريبا ما فوقش 600 واحد ولا هادي. المهم قيدنا دزنا حيدونا التليفونات قلبنا كاملين عاود كنا زين شي حشيش ولا شي قرقوبي ولا شي سلاح ولا شي حاجه. المهم دخلنا لداخل قلبونا خدونا التليفونات خدونا لاكارطا هزونا في واحد الكاميوات باش يدخلونا عاد صيفطونا لواحد البلاصه فين غنريحوا باش ندخلوا على الطبيب. صافي مشينا للشومبر كل واحد رايح في الشومبر ديالو. صافي عاودونا نقصيو تغدينا عندهم. صافي حنا ندوزو على الطبيب. ملي دزنا على الطبيب دوزنا كلشي ديال الشوف ديال فهمتيني ديال الطول الوزن وقالوا لنا واحد نص ساعه غيكون عندكم جواب شكون اللي تقبل وشكون ما تقبلش. وتقريبا الشومبر اللي كنت فينا اكثر من نص فيه واشم وكاين اللي ضارب لحم وكاين اللي كاين مخسر كامل. حنا ملي جاو الناس ماشي عيطوا علينا كنا حنا هما اللي كيب ربعه عيطوا علينا قالوا لنا غنقول لكم السميات اللي ما تختاروش غياخذوا لا كارت ناسيونال ديالهم والتليفونات وغادي يمشيو في حالاتهم واللي تختاروا غادي يتهزوا من هنا وغادي يديهم مع وما عرفتش فين قالوا لنا بالضبط الحاجب ولا ما عرفتش. المهم عيطوا لنا بالسميات. كنت انا من الدراري اللي ولاد مويلحه ولاد السوق ولاد السعاده ولاد حي المطار شي دراري بزاف اللي ما تقبلناش. صافي قلت لهم الدراري كاين اللي بدا كيبكي وكاين اللي بدا كيغوش. علاش؟ حيت اكثر الدراري كانوا معايا كل تبارك الله صحيح وكاين اللي مواشمش كاين اللي من هذه وما عطاوناش السبب علاش ما قبلوناش. هادشي اللي كاين. صافي جينا بحالاتنا خرجنا من تما خدينا لاكارت ناسيونال عطاونا واحد البونت باش نركبوا في التران. خرجونا من تما وصلونا حتى المحطة. صافي ركبنا في التران وجينا بحالاتنا ورجعنا عند والدينا. وهذه هي التجربة اللي دوزت. المهم المعاملة اللي عاملونا بها تما مزيان ماشي شي حاجة على حساب ما كنا نسمع على راس كيف قلت لكم غير هو ما كتبش الله ندخلوا معاهم وصافي. المشكلة درنا راسنا بالشمس صح ملي خرجنا عند الطبيب تما بقينا واقفين في واحد البلاصة في الشمس والله إلا بيت الليل كامل وأنا مريض. هو احنا رجعنا انت كتشوف الدرب عندنا كيدير رجعنا للدرب عاوتاني والحمد لله لا غنخدم ان شاء الله راه خلينا اصلا حرفت شي فهمتي بولونجي ولا كرواس رجع نخدم هاد الايام ان شاء الله مع واحد المخبازه. كان من الاخير المهم خوت دوزنا داك التجربه عجب. المهم اللي غادي يمشي وداك الشيء داز مزيان والحمد لله ما تقبلناش وحد موفق للجميع هادشي ما كاين.